اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف براشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيد أنطوان كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي الأمين العام للجنة المنظمة لمنتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي الدولي. وخلال الاجتماع أشاد سعادة وزير الخارجية بانعقاد هذا المنتدى الدولي في هذه المدينة التاريخية العريقة وبما يمثله المنتدى من منصة دولية لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا والتحديات السياسية والاقتصادية الدولية، مثنيا على الدور المهم والجهود التي تطلع بها اللجنة المنظمة لمنتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي من أجل الإعداد لهذا المنتدى الدولي المهم، مشيدا بعمق علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والتي تعكس الحرص والرغبة المتبادلة بين البلدين لتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك لما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه عرب السيد أنطوان كوبياكوف عن ترحيبه بمشاركة سعادة وزير الخارجية في المنتدى واهتمام مملكة البحرين باستمرار مشاركتها في فعالياته، مشيدا بالمستوى المتقدم للتعاون المشترك بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، معربا عن تطلع روسيا الاتحادية لزيادة معدلات الاستثمار بين البلدين الصديقين بما يلبي الطموحات والأهداف المشتركة، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرقي والتقدم والازدهار.